عبد العزيز الزايري قائد وحدة المرور بولاية أمن طنجة. في إطار الترتيبات الأمنية للسنة الجديدة اتخذنا واحد المجموعة ديال الإجراءات فيما يخص تكثيف دوريات راكبة ودوريات راجلة، بالإضافة إلى وضع سدود قضائية وسدود إدارية. والهدف ديالنا هو المر هذا اليوم هدف أحسن الظروف، وبالخصوص كاين جوج ديال الفترات، الفترة اللي غتمتد اللي امتدت من اليوم ككل لغاية الساعة المنتصف الليل فيما يخص تسريع وتيرة الصيف هذا اليوم هذا، ولكن فيما بعد منتصف الليل غتكون واحد الإجراءات أخرى وهي الإجراء ديال الإغلاق الساعات القانونية انطلاقا من منتصف الليل لغاية الساعة السادسة. غتكون واحد المراقبة كذلك صارمة، وما يكون الا الخروج للامور استثنائيه بحال التطبيب الاستشفاء او العمل. ما دون ذلك امور كما كتعرفوا راه الجد صارمه انطلاقا من منتصف الليل لغايه الساعه السادسه. وشكرا. الاحتفال الخاص باليوم انطلاقا من الساعه الصباحيه الى غايه الساعه الصفر، على اعتبار انه تجول المواطنين داخل المدينة مسموح به، والشق الثاني من الخطة العمل خطط التأمين الحصة من الصفر من ساعة الصفر إلى غاية الساعة السادسة صباحا. فيما يخص الحصة الأولى قامت ولاية الأمن بتأمين مختلف ربوع نقاط المدينة ووضع تدابير أمنية، بحيث أن هناك ساهمت مجموعة من الوحدات أو مجموعة من المصالح في العمل من مصالح الأمن العمومي، الشرطة القضائية، السلامة العامة، بالإضافة للفرق الخاصة لا سيما وحدات المرور. وتم تأمين المدينة ككل بوحدات أمنية الهدف ديالها هو السهر على تجوال المواطنين داخل ربوع المدينة في ظروف عادية، بحيث أن التجوال ديالهم أو الترحال والتردد على المقاهي والمطاعم يكون في ظروف عادية. وفي نفس الإطار بعد الساعة الصفر صاغت خطة عمل اقتضت بوضع مجموعة من ضباط الشرطة القضائية مدعمين بمساعدين من ذوي الزي المدني على مستوى النقاط المذكورة. الهدف ديالها هو تسجيل مخالفات تخص الأشخاص اللي غيخالفوا مقتضيات الحجر الصحي اللي قامت بها السلطات العمومية تقتضي الحظر التجول الليلي، بحيث أن ممنوع المواطن الخروج بعد الساعة الصفر إلى غاية الساعة السادسة صباحا. والناس اللي مسموح لهم الخروج في هذه الساعة هذه بالضبط هم الأشخاص المرضى أو الأشخاص اللي غيبغيو يقتنيوا الأدوية من الصيدليات، أو الأشخاص اللي عندهم عمل معين غيتوجه لمقر العمل ديالو، هذو هما الأشخاص اللي مسموح لهم باش يغادروا مقرات السكن ديالو في اتجاه هذه النقاط المذكورة. ما دون ذلك سوف يحرر لهم محاضر استماع في الموضوع من قبل ضباط الشرطة القضائية باش تتوحالوا عن النيابة العامة، على اعتبار أنهم مخالفين لمقتضيات الحظر الصحي اللي أمرت به السلطة العامة. المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها غيكون في الساعة 23 دقيقة. بطبيعة الحال كنتخذوا إجراءات ديال إفراغ المسارح العمومية كالساحات الخضراء وغيرها، وكنحسوا الناس بطبيعة الحال وكيكون امتثال بطبيعة الحال. كاين الناس اللي غيكونوا ذو السيارات وذو الآلات اللي غيقدروا يغادروا النقاط بسرعة، والراجلين بطبيعة الحال راه غادي يتم الإشعار ديالهم، غتكون وحدات اللي غادي تعمل بتنبيه المواطنين من أجل الرجوع والعودة للمقرات ديال السكن ديالهم. وبطبيعة الحال كيكون امتثال، واللي ما كيمتثلش بطبيعة الحال راه بعد الساعة الصفر غيتم اتخاذ الإجراء معاه. الترتيبات الأمنية هي بطبيعة الحال امتداد الترتيبات المتخذة من طرف ولاية أمن طنجة بمناسبة نهاية السنة الميلادية لتأمين هذه المناسبة باش تمر في واحد الظروف اللي هي ظروف جيدة ما تشوفها أي شائبة، لأجل توفير واحد الأجواء سليمة وملائمة
المواطنين سواء كانوا زوار او مواطنين محليين، خصوصا وان هذه المناسبه تزامنات مع العطله المدرسيه، ذلك انها تاتي في ظروف صحيه اللي مشوبة بتفشي الوباء ديال كورونا، ولهذا السبب راه اتخذت واحد المجموعه من الاجراءات اللي كتهدف اللي كتصب في اطار الحد من هذا تفشي هذا الوباء، من خلال الزام ارتداء الكمامات واتخاذ الاجراءات المناسبه في حق المخالفين، ابتداء ان شاء الله من الساعه الصفر اللي غادي ندخلوا في اجراءات اخرى اللي كتعلق بفرض الحظر ديال التجول الليلي تطبيقا للقرار اللي اتخذته السلطات العموميه في هذا الشان، القضيه بمنع التجول. اجل هذه الغايه راه ولايه الامن بصفه عامه ومنطقه ديال الامن بني مكاده بصفه خاصه راه اتخذت مجموعه من الاجراءات الامنيه للتنزيل الصحيح لهذه المقتضيات، من خلال تعيين واحد المجموعه من النقاط فيها سدود قضائيه وسدود اداريه، بالاضافه لبعض النقاط ديال المراقبه، بعض المحاور اللي هي باش نمنعوا التسلل او السير والجولان، وكذلك الحركات ديال المواطنين، مساهمه منا في الحد من هذا من تفشي هذا الوباء. شكرا. الله يا اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.